إذن لحظات تنطلق المجموعة الخامسة، الجولة الخامسة الحاسمة بين الفريقين الجيش الملكي والفتح الرباطي. هل بإمكان فريق فتح الرباطي أن يخرج بالفوز؟ مجموعة خامسة 25 مقابل 21 المجموعة الأولى، المجموعة الثانية 25 مقابل 23، المجموعة الثالثة الفوز كان لنادي الجيش الملكي 25 مقابل 20، والمجموعة الرابعة 25 مقابل 18. أي أن فريق الجيش الملكي من 5 نقاط الفارق في نهاية المجموعة الثالثة 25 مقابل 20 إلى الفوز بفارق 7 نقاط 25 مقابل 18، أي أن فريق فتح الرباطي انهار بشكل ملفت بشكل كبير أمام فريق الجيش الملكي في المجموعة الرابعة. مشاهدينا الكرام، المجموعة الخامسة الوصول فيها إلى النقطة 15، هل باستطاعة فريق فارق نقطتين 15 مقابل 13 أو 17 مقابل 15 قد تصل المباراة؟ إذا الآن فريق الفتح الرباطي يستوجب على لاعبيه نسيان ما حصل في المجموعتين الثالثة والرابعة، واعتبار مجموعتين الثالثة والرابعة أنها سحابة عابرة على مستوى تضييع النقاط، على مستوى ارتكاب الأخطاء، على مستوى تسرع في التمرير وفي التصويب وفي تنفيذ الإرسال. إذا فريق الفتح الرباطي يستوجب عليه أن يفكر فقط في المجموعة الخامسة، خلاص يجب على اللاعبين أن ينسوا ما حدث في المجموعتين الثالثة والرابعة، ولكن أن تذكروا شيئا واحدا هو استخلاص الدرس في المجموعتين الثالثة والرابعة. كانت هناك أخطاء، الجيش الملكي نعم حقق الأهم الفوز المجموعتين الثالثة والرابعة، ولكن المهم جدا هو الفوز بالمباراة. الآن معنويات لاعبي فريق الجيش الملكي عالية جدا، إذا ما قلنا بمقارنة فالأقرب الفوز هو الجيش الملكي لأنه فاز بالمجموعتين الأخيرتين، لكن هل سيسقط لاعب فريق الجيش الملكي في الأخطاء أو في فخ لاعبي فريق فتح الرباطي في المجموعة الخامسة أن يرتكبوا الأخطاء، أن يقولوا ما بينهم، أن يتحدثوا فيما بينهم ويقولون نحن سنفوز باللقب؟ إذا ما كانت هناك الثقة الزائدة للاعب الجيش الملكي الفوز سيكون لنادي الفتح الرباطي. أكيد هناك ضروري من تكون واحد الثقة متوازية، يعني ما يكونش الثقة زائدة. أنا أكيد الفريق اللي غادي يوقع فيدير أخطاء أقل خطأ، الضغط الآن على الفتح الرياضي أكثر من الجيش الملكي. لماذا الضغط على الفتح؟ أنا هو اللي كنتصب الجيش الملكي فريق الفتح الآن هو في تعيش نسوة تاع الرجوع ديالهم بعد ما كان قرب يخرج من الكأس، أنه استرجع الجولة الثالثة واسترجع الجولة الرابعة والآن هو عاد الجولة الخامسة. الحضور نوعا ما تسميل فريق الجيش الملكي نظرا للصحوة اللي وقعت خلال هذه المقابلة، وإنما عارفين العقلية تاع المغربي اللي وقع في نوع من الغرور والثقة الزائدة، فأكيد غادي يكون عقاب يلو ولازمة لا أقل ولا أكثر. التعادل الآن 1-1،
يعني لا كلام على ما حصل. التعادل، من هو الأقرب الفوز باللقب في اعتقادك؟ الأقرب نقول يصعب 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 تكون يصعب يصعب تكون. هناك حماس الآن من طرف فريق الفتح الرياضي، لأنه بعد الفتور اللي وقع خلال الجولة الثالثة والرابعة، هناك واحد حماس من طرف اللاعبين من طرف المسيري من طرف المدرب، يعني ولو أن نوعا ما حماس زائد ولكن معقول ومقبول رياضي. انت المقابل واحد لمصلحة نادي الفتح الباطن. المباراة هو حس أن كل نقطة والقيمة ديالها من أجل الوصول إلى 15 نقطة. تفيد إرسال أيوب الرشيدي، حاول نادي الجيش الملكي وتصويبة قوية جدا. نقطة التعادل من جديد لمصلحة فريق الجيش الملكي. الآن اللاعب يوسف عطاطا سوف يقوم بتفيد الإرسال. فوز فريق على فريق آخر ينطلق من عدم ارتكاب الأخطاء واللعب بشكل جيد وترميم الصفوف واستخلاص الدروس فيما حدث في المجموعتين السابقتين الثالثة والرابعة. لا مجال للحديث عن إمكانية تسجيل الفوز إلا بلعب بشكل هادئ. وهنا نقطة الرابعة بطريقة جيدة من أجل النقطة الثالثة 3-2. النقطة الثالثة الآن تقوم بهجوم عملية تمرير الكرة باليدين، يعني الشيء اللي يرغب أن اللاعب رقم جوج اللاعب تاع الفتح موزيطا مارسيل أنه يقع في الخطأ. الكرة ناجحة لفريق الجيش الملكي. كرة لمصلحة نادي الجيش الملكي، محاولة للتصويب، إمكانية تصويبة قوية من اللاعب رقم 11 اللاعب صابر أنس. قلت لاعب رقم 11 فرح رزاني، عذرا، فرح رزاني يسدد كرة ينجح في منح فريقه النقطة الرابعة. بالفعل فرح رزاني القوة ديالو 4-2 هو عملية الصد والهجوم مركز 2 ومركز 1، يعني تلقى الكرة سهلة في المركز ديالو مركز القوة ديالو بالتالي ولاعب صد واحد استطاع أنه يسجل النقطة. إذن كرة لمصلحة نادي الفتح الرباطي وتصويبة قوية والدفاع لها بالمرصاد والكرة مع اللاعب نوفل. خطأ من نوفل. تعليمات اللي عطاها سي حبيب القلاوي من اللاعب رقم جوج اللاعب موزيطا مارسيل تأخير في عملية الصد، لأن اللاعب مسكين ما تيقولش بهجوم مباشر، لا تيعطي عملية الهجوم، بالتالي الوقيته اللي تكون ارتقاء الآن تيقدروا يلمسوا الكرات اللي تيقوم بها هجوم الآن من طرف. خطأ مباشر. هنا كرة تسدد بطريقة سيئة للغاية وخمسة مقابل ثلاثة لمصلحة نادي الجيش الملكي. خمسة مقابل ثلاثة فارق نقطتين في هاته المباراة في المجموعة الخامسة الحاسمة الفيصلية والفاصلة في تنفيذ الإرسال لاعب رقم 6 من فريق الجيش الملكي عزيز زوغر في تنفيذ الإرسال. عزيز ومحاولة وتصويبة قوية جدا ونقطة لمصلحة فريق الفتح الرباطي 5-4. تصويبة قوية من لاعب رقم 3 من اللاعب رقم 3 عبد الإله وهبي. شاهد هنا الإعادة عملية تصويب الكرة من عبد الإله وهبي. نتيجة 5-4 لنادي الجيش الملكي. كانت قوة فريق الجيش الملكي في اللعب الإسكاني فقوة الفتح الرياضي فهو في اللاعب وهبي اللي خايب مقابلة جيدة. 6-4 لنادي الجيش الملكي. مشاهدينا الكرام الفارق نقطتين مصلحة الفريق ليفار أمام نادي الفيوس في تنفيذ إرسال من جديد لاعب رقم 11 فرح رزاني. فرح يسدد الإرسال وكرة لمصلحة فريق الفتح الرباطي ونقطة إضافية للاعب عبد الإله وهبي. لعب هناك صراع يعني تقسيم كبير لاعب وهبي ولاعب إشكالي، يعني تقريبا هذو هما اللاعبين اللي تيسجلوا أكثر النقاط سواء بالنسبة للفتح أو بالنسبة للجيش الملكي. الآن يعني الكفة نوعا ما يعني صالح للجيش الملكي لأنه هو اللي انتصر في الوقت اللي هو يجي. 6-5 فارق نقطة واحدة والتصويبة كانت من لاعب نوفل مسكالي. نوفل من جديد يريد خدع دفاع فريق فتح الرباطي لكن لاعب الفتح يعادلون النتيجة. بالفعل يعادلون النتيجة 6-6. شاهدوا هنا
عملية وضع الكرة. نعم، ولكن هناك قراءة، هناك قراءة من طرف المدرب حميد عبد اللهوي للهجومات وتنويع الهجومات، وبالتالي يعني اللاعب الاشكالي ضروري ان تاثر عليه اللياقه البدنيه، شيء اللي رغم اللاعب فيزيد انه يغير عوض اللاعب الاشكالي يلعب على اللاعب رقم خمسه اللاعب الخاي محمد اللي قام بهجوم رغم وجود لاعب يسار، فهو غير الاتجاه تاع الكره في اتجاه المركز خمسه. نقطة جيدة لعب محمد الدخاي رقم خمسة من نادي الجيش الملكي. نوفل المسكالي بتفوت أرسال، حاول نادي الفتح الباطي ونقطة التعادل سبعة مقابل سبعة. كلما اقتربنا من النقطة العاشرة الأمور تصعب على احد الفريقين. تلاحظوا حتى المستوى تاع اللاعبين الان ارتفع، يعني التركيز ديالهم ارتفع، يعني كل واحد حاس بالضروره تاع القبله وتاع الاخطاء، وبالتالي كل واحد يحاول يتفادى الاخطاء المباشره. ولو اننا الان تلاحظوا ان اللاعب رقم سبعه كامانو رافائيل وقع في الخطا، ولكن كان بغى يجازف ارسال. يعني الان تنعيشوا 8 مقابل 7 قانون ترغم تغيير الاماكن، الاماكن بعد الحصول على نقطه ثمينه. ملاحظه اخرى، لحد الان كل فريق تفرق اوقات المستقطعه من نهايات الجوله على الساعات اللي يحاول يستغلها. هناك ملاحظه اخرى، عدم قيام اي مدرب بتغييرات، لان اي لاعب كله يدخل في واحد الحاله يعني ما يكونش مستعد ويوقع شي خطا والفريق كامل يخلص. هنا محاولة لنادي الفتح الرباطي والتصويبة، الدفاع الرباطي تصدي ممتاز للاعبين رقم اثنان هشام فيزيد وعزيز زوكار. 9 مقابل 7 الفريق، نقطتين لمصلحة فريق الجيش الملكي. تفاعل جماهير الجيش الملكي مع النقطة المحتسبة وهي التاسعة لنادي الجيش الملكي. الصد الدفاع تحول إلى آلة هجومية كاسحة منحت نقطة إضافية لفريق الفاغ. صد دفاع اخر جيد نادي الجيش الملكي، امكانيه لتصويب يوسف غنى نقطه مهمه. طاطا ونقطه هي العاشره، 10 مقابل 7 وقت مستقطع لفريق الفتح الرباطي، وقت مستقطع بعد الفارق تاع 3 نقاط، ولكن لحد الان كل شيء ممكن، كل شيء ممكن لحد النقطه العاشره، يعني كل شيء ممكن، ولكن تركيز كبير بالنسبه لفريق الجيش الملكي. 10 مقابل 7 لمصلحة فريق الجيش الملكي أمام أنصاره. الجيش الملكي يحاول الخروج بالانتصار في مباراة لا تقبل القسمة على 2، وفي مباراة صراحة فيها الديناميكية الكبيرة وفيها الأداء الكبير للفريقين. إذا ما خسرت يا الفتح الرباطي سنقول لك حظ اوفر في المواسم القادمه، هارد لك. واذا ما فاز فريق الجيش الملكي سنقول له الف مبروك و جود لك فور نيكست سيزون، يعني في المواسم القادمه. فريق الجيش الملكي استبسل لاعبوه وتشجع لاعبوه وقدموا اداء جيدا، وهنا محاوله اخرى ناجحه لفريق الجيش الملكي. النقطه 11 11 مقابل 7 الفارق، 4 نقاط لمصلحة فريق الإفار. حتى الجمهور لعب دوره بشكل كبير. نعم، الجمهور يتفاعل مع النتيجة وخاصة مع المستوى اللي الآن تدربه فريق الجيش الملكي في الوقت اللي فريق الفتح الرياضي الوضعية المعيد في المركز القديم، يعني صعاب تقريبا 4 نقاط ما قدرش يسجلوا نقطة، حضور قوي لفريق لصد الجيش الملكي. الآن كرة سهلة لفريق الجيش الملكي تستطاع انه الحكم ما قدرش يقرر فيها واش الكره داخل او خارج الملعب، وبالتالي تعمل استرجاع الارسال لفريق الجيش الملكي وعدم احتساب النقطه سواء للجيش الملكي او للفتح الرباطي. يعني نقطه قد تضيع لهذا الفريق او ذاك، ولكن قد تؤثر على سير المباراة. أكيد أكيد، لأن إلى تسجلت غتكون النقطة الثامنة، أو إلى تسجلت الفتح غتكون النقطة الجيش غتكون النقطة الثانية عشرة، وبالتالي تسجل.
سهل عليهم. إذا نتمنى أن تصبح للدوري المغربي ولكأس العرش تقنية الفيديو حتى يعني تنتهي هذه العملية، عملية وجود خطأ ضد هذا الفريق أو ذاك، يعني حتى كل واحد يأخذ حقه كاملا أن تكون هناك تقنية الفيديو معمول بها من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. 11 مقابل 7 ويعني قرار صائب وحكيم من طرف السيد الفاضلين الحكم بالفعل الدولي اللي قام حتى لا يظلم لا هذا الفريق أو ذاك. نعم نعم بالفعل. يعني قرار صائب. 11 مقابل 7 لمصلحة فريق الجيش الملكي. لو كانت الكرة صحيحة 100% لاحتسبت لنادي الجيش الملكي. كرة لنادي فتح الباطي والتصويبة قوية جدا. حاول نادي الجيش الملكي والتصويبة قوية وناجحة من اللاعب رقم 5 محمد النخاي. إذا النقطة إضافية إلى النقطة الثانية عشرة. مسكاني قلت نعم مسكاني نوفل مسكاني هو سيد القبلة. إذن والدة لاعب نوفل مسكالي تتابع المباراة وبالتالي تتمنى فوز فريق ابنها. تتمنى الفوز لفريق الفتح ما دام أن هناك مسكالي نسيم. تتمنى انتصار لفريق الجيش ما دام أن هناك مسكالي نوفل فلها ابنين فهي رابحة سواء مع الفتح أو مع الجيش. بالفعل. إذا والدة اللاعبين تتابع المباراة ويعني إحساسها منقسم ما بين اثنين، ما بين ابنيها، ما بين نوفل مسكالي ونسيم مسكالي. نسيم مسكالي لاعب فتح الباطي ونوفل مسكالي لاعب نادي الجيش الملكي. 12 مقابل 7 الفارق 5 نقاط. شكرا جزيلا لكل الإخوة التقنيين على مستوى إيصال الصورة والصوت عبر الوحدة الخامسة التقنية HD5. وبالتوفيق إن شاء الله للفريقين فيما وقادم. في دقائق هذا اللقاء هنا كرة تلعب بشكل ممتاز من نوفل مسكالي والتصويبة ممتازة من اللاعب عزيز زوكر. 15 مقابل 7 الآن فريق الجيش الملكي يقترب كثيرا الفوز باللقب. أمامه نقطتين للفوز بلقب كأس العرش. نوفل مسكالي يرجع له الفضل بشكل كبير جدا، هو قائد الفريق الكابيتانو، هو الزعيم لفريق الجيش الملكي للكرة الطائرة. هنا المحاولة التصويبة جيدة من لاعب رقم 5 هو حمزة جبراوي من نادي فتح الباطي. وهذه أول نقطة تسجلها خلال المباراة، التغيير ديالو يعني عوض لاعب أيوب الرشيدي. 13 مقابل 8 الفارق 5 نقاط. الإرسال كان لمصلحة نادي فتح الباطي هنا محاولة تصويب والتصويبة القوية ونقطة إضافية. نقطة عبر اللاعب رقم 12 يوسف عطاطا. 14 مقابل 8 نقطة الفوز بالمباراة. The match point for far. Ladies and gentlemen، سيداتي أوانسي سادتي، هي نقطة الفوز، هي نقطة الفوز بالمباراة لمصلحة فريق الجيش الملكي. تنفيذ الإرسال من لاعب هشام فيزيد، كرة لنادي فتح الباطي والكرة إلى خارج أرض الملعب والفوز لمصلحة فريق الإفار. ألف 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 مبروك لنادي الجيش الملكي بالفوز بلقب كأس العرش للموسم الرياضي 2018-2019. نعم، the new winners of the Crown Cup of Morocco. لفار فريق الجيش الملكي الفائز الجائزة الجديد للقب كأس العرش. ألف مبروك لنادي الجيش الملكي الفوز باللقب بعد فوزه بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين أمام نادي الفتح الرباطي. مشاهدينا الكرام، 25 مقابل 21، 25 مقابل 23 لنادي الفتح الرباطي في الجولتين الأولتين، 25 مقابل 20 في الجولة الثالثة لنادي الجيش الملكي، 25 مقابل 18 في المجموعة الرابعة، و15 مقابل 8 في المجموعة الخامسة لمصلحة نادي ليفار.
بطولة اتصالات المغرب مباشرة على قناة الرياضية.